اي شو اولا حل المجالس المنتخبه حاليا تقريبا هو شيء طبيعي وشيء منطقي، لانه عندما يكون دستور جديد ربما ينص على شكل جديد للحكومه او على شكل جديد للوزاره الاولى، ربما على طريقه جديده للانتخابات، وبالتالي الحل سوف يكون منطقيا، يكون منطقيا وليس تعسفا من قبل السيد رئيس الجمهوريه ولا من قبل السلطه التنفيذيه، اذا هو منطقي. اثنين، انه حل هذه المجالس اصبح يعني مطلبا جماعيا. اسمح لي، خليني اسمح لي. اثنين، حل هذه المجالس هو اصبح مطلبا شعبيا وتم التعبير عنه في الحراك، والسيد رئيس الجمهوريه قال انه مطالب الحراك نتبناها 100%، قال ان تجاوزنا يعني حققنا حوالي 87%، متى بقى السيد رئيس الجمهوريه يعمل على اكمال تحقيقه، وهذا من بين مطالب الحراك. القضيه الان تقول لي ما هو دور البرلمان الحالي، خليني نقول لك، لو مثلا نحل البرلمان الحالي كيف نروح ننظم انتخابات تشريعية ولا محلية؟ كيف ننظمها؟ على أي أساس؟ لازم يكون قانون الانتخابات. إذا حلينا البرلمان قبل الآن، حليناه الآن، وقانون الانتخابات كيف نجوزوه؟ نجوزوه بمرسوم يقول لك راه تغور السلطة التنفيذية. وعلى هذا الأساس لازم يكون عندنا نوع من المنطق ونوع من الحكمة. البرلمان الحالي موجود، هو قائم بذاته، رانا كنا كجزائريين نساهم في إعادة البناء. البرلمان الحالي موجود، يصادق على المسودة وبعدين يصادق على قانون الانتخابات، وإن شاء الله اللي ما أقره الجزائريون أنا نقول لكم 100% السيد الرئيس سوف يأخذ به.